يحمل هذا الرياضي على عاتقه نشر ثقافة الرياضة المجتمعية في الأماكن العامة والمنتزهات، سعياً لرفع مستوى الممارسين الرياضيين، مساهماً ومحفزاً ومدرباً في ذات التوقيت. بالنسبة للتحفيز الرياضي، أنا محفز ومشجع لأي رياضة بالمنطقة عندنا. الشيء الثاني، يعني السنوات الأخيرة هذه صار عندنا اللي هي ثقافة الرياضة المجتمعية، وأنا متعاون مع جميع الفرق الموجودة عندنا بالمنطقة، مثل فريق هواة المشي، فريق نضيد الرياضي للصم، كذلك فريق دراجتي. صراحة هم يرحبون بأي عضو أنه ينضم لفريقهم. التمارين الرياضية تنظم بشكل فردي وجماعي لتعزيز المشاركة الرياضية، تشمل ذوي الإعاقة لفريق نضيد للصم في الجوف. بالنسبة للفريق، فريق نضيد الجوف للصم طبعا فريق رياضي تطوعي، ويعتبر أول فريق في المنطقة فريق رياضي تطوعي للصم. صراحة قدموا لي دعوة أني أكون معاهم مدرب، ورحبت صراحة وسعدت أن يكون معاهم. هم فئة غالية ويستحقون أن الواحد يوقف معاهم ويدعمهم، وفرحان. وأنا صراحة متعاون مع أي فريق بالمنطقة للرياضة المجتمعية بشكل عام. طبعا أكيد يعني المجتمع كله يحتاج إلى الرياضة، ومثل ما تعرف أنه الرياضة سبحان الله بعد الله سبحانه عز وجل هي علاج لكثير من المشاكل، مشاكل الصحية والنفسية وغيرها. والرياضة بالأول والأخير هي حياة، متعة، صحة، رشاقة، قوة، ترفيه، تغيير، متنفس للجميع. فالجميع لازم يمارس الرياضة، للجنسين، سواء البنات سواء الشباب، الكبير الصغير، لابد أنه يمارس في يومه نشاط رياضي. ويترجم الرياضي رضا الزيد حبه للرياضة بنشرها في المجتمع، متنقلا بين محطاته الرياضية السابقة من كرة القدم لألعاب القوى واختراق الضاحية. لبرنامج 120، عبد الرحمن الإبراهيم، الجوف.